معي سيد العاسمي، دعنا أيضا نشاهد متظاهرو السويداء يوجهون رسالة لمستشارة الرئيس الأسد بثينة شعبان، نشاهد ونعود ثانيا. وقفة حرامي، وقفة كرامي، نحن واقفين. وبرجع بأكدلكم الحمل اللي فايت اللي بيجي لهون بالسلم يا بيت أهلا وسهلا فيه، ونحن ضد المرتزقة، واللي عم يشوح لنا بالإيراني أو بحزب تابع ميليشيا لأنه نحن موجودين هون. لا في جبل العرب رمز البطولات، نحن باقين سلميين ولا حدا يشكك بوطنيتنا. وبتوجه رسالة للشنطاء اللي اسمه بثينة شعبان، نحن مدفوسين من إسرائيل، ولكن في عملاء بالكون بتكون ودو. وبالنسبة لكلاش، للي اسمه كلاش، هذا كلاش، هذا الكلاش، كلاش هذا اللي اسمه كلاش، بدي يوصل له رسالة. فاروا من أهل الشمال بشرق راسهم. الله حياتك يا شيخ، الله حياتك. نحن واقفين لكرامتكم، نحكيكم بالدليل. نحن مطالبنا معروفة، نحن سيستا، نحن الخمس والغاز وكل وكان حقوقكم. نحن مش مطالباتنا هذول، هذه حقوقكم انتم. انت مواطن بحق لك تاخذ حقوقك في هذه البلد، بحق لك تعيش بكرامتك. سيد العيسمي، استمعت إلى هذه الرسالة للمحتجين في السويداء والرسالة لبثينة شعبان مستشارة الرئيس الأسد. أذكر هنا أيضا قبل 10 سنوات كان هناك أيضا مظاهرات أيضا وجهوا رسالة إلى بثينة شعبان آنذاك، والآن ربما المشهد يتكرر في سوريا. سيد العيسمي. نعم نعم سيدي، هذا النظام الحقيقي، هي العصابي المجرمي، يعني ما في أكذب منها، وهي قائمة على نظرية المؤامرة. فبالتالي بثينة شعبان يعني ما تستحي على حالة، فعيب يعني في شيء. من هو عميل لإسرائيل؟ عميل لإسرائيل هو هذا النظام الذي حمى حدوده. العميل هو اللي سلم الجولان، العميل اللي أباد مدنه، العميل اللي شرد شعبه، العميل اللي خصف الناس بالكيمياوي، العميل اللي قتل الناس تحت التعذيب. هذا العميل. هل تستطيع، هل قامت إسرائيل، هل يمكن أن تقوم، يعني قدم خدمة كبيرة لإسرائيل؟ وتحضرني بمقابلة لصحفي إسرائيلي وكثير من الإسرائيليين حينما قالوا الأسد ضرورة لإسرائيل، ضرورة لإسرائيل، حملنا حدودنا، صلوا الحدود هذه من 50 عام. فيعني هذا النظام هو قائم على دور وظيفي، هذا النظام قائم على دور وظيفي اللي عبر ضرب. بس باعتقادك سيد العيسمي، ليش لماذا تربط بثينة شعبان ما يجري في السويداء بأن ما يجري هو عمالة داخلية للاحتلال الإسرائيلي؟ لماذا باعتقادك ربط السويداء بالاحتلال الإسرائيلي؟ شو التفسير؟ دائما دائما يحاول أن يثبت وطنيته بتخوين الآخرين. فدائما يعني هذا مشكلة السارق يتكلم بالأمانة، ويعني فالمسألة إنه يعني هذا النظام ليس لديه أخلاق، وهذا النظام لا يمت إلى الوطنية بصلة. هو عصابة ويتصرف بمنطق العصابة، لا يتصرف بمنطق نظام حكم، وإنما هو عصابة استولت على هذا البلد.